صباح الخير يا فندم. صباح الفل والجمال والهنا والسر. صباح الزفت والقطران يا سيدي. هو ما ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ هو مش في كورونا؟ في كورونا. امال فين الكمامه يا بابا؟ يا فندم لمؤاخذه انا حضرتك مش لابس كمامه اساسا. وانا متلقح يا حبيبي، كل دول متلقحين. انا عامل حسابي اهي كمامه اهي يا فندم. ودي ايه دي بقى ان شاء الله؟ يا فندم ده انا ما لبستهاش غير مرتين بس. مرتين؟ ايوه والله. خد اهي كمامه اهي، اتلبست مره واحده جديده. تمام يا فندم. اتفضل تحت امرك. البس بسرعه. 20 جنيه يا فندم. 20 جنيه اتفضل. ايه ده انت هتديها لي في ايدي؟ انا اسف. لا ممنوع تلامس حبيبي. سامحني. حطها هنا. اتفضل. هنا كده. ايوه. كنت عايز ايه بقى انت؟ انا كنت عاوز بس ها؟ مش سامعك. ايه اللي على الكمامه؟ انا كنت عاوز بس امضي ايه ده؟ يا نهار اسود كورونا، اقفل الكمامه. انا كنت عاوز يا فندم امضي الورق. بتقول ايه؟ مش سامعك يا فندم. اقلع الكمامه ولا البس الكمامه؟ خلاص اقلع الكمامه. سحبت على ايه؟ سحبت على ايه؟ حضرتك انا عاوز امضي واختم الورقه دي. ده متفائل قوي. عندك سكر؟ لا. عندك ضغط؟ لا والله. مقاس التيشيرت بتاعك كام؟ 17. والبنطلون؟ 18. والشوز؟ 25. انت مرتبط؟ خاطب؟ لا. متجوز؟ عندك عيال؟ 3. اسميهم ايه؟ عمر وسلمى واحمد. الجزء الكام؟ عسل. عسل حبيبي. بقى انت بقى جاي هنا تمضي وتختم. ايوه يا فندم. لا حول ولا قوة الا بالله. اتفضل يا استاذ، روح عند استاذ فوزي وهو هيخلص لك كل حاجة. استاذ فوزي؟ ماشي يا فندم. هتوحشني. لا اله الا الله. محمد رسول الله. صباح الخير يا استاذ فوزي. يا صباح الخير، يا صباح الجمال، يا صباح العسل. احنا عنينا للقمر. يا سلام، يا ريت كل الناس زيك. انا كنت عاوز اخلص. نخلص، احنا نخلص اي حاجة، نخلص اي حاجة وباسرع وقت. يا فندم انا كنت عاوز امضي الورقة دي بس. طبعا، هو بني ادم ايه فينا لو ما حسش بامان؟ احنا ممكن نأمن نفسينا احنا الاثنين، نمضي ورقتين بدل ورقة واحدة. ليه يا فندم؟ انا عاوز امضي على ورقة واحدة بس، ليه ورقتين؟ مش كل واحد فينا لازم يبقى معاه ورقة؟ والله يا فندم عندك حق، يا ريت كل الناس زيك، حضرتك حد محترم. مين جاب سيرة الاحترام بس؟ في حاجات كده ما تحبش الاحترام، في حاجات كده تحب السفالة، وانا سافل قوي. ايه يا فندم؟ انا عاوز بوسة. يا فندم انت بتقول ايه؟ عايز احس كده بالامان، عايز احس بالدلع، نفسي الاقي الطبطبة. يا فندم انا مش فاهم انت عاوز ايه بالظبط؟ فيها ايه لو كل واحد فينا يجرد ملابسه ويطلع بقى كده ويعيش على الطبيعة، يعيش زي ما ربنا خلقه. ايه يا فندم اللي بتقوله ده؟ بتحترم نفسك؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ واحد يقول لي البس الكمامه، واحد يقول لي اقلع هدومك، انا جاي امضي ورقه مش اقلع هدومي. خليكي معايا ثواني، خليكي معايا ثواني، ما تقفليش والنبي. انت بتزعق ليه يا استاذ؟ حضرتك بتزعق لي ليه؟ مفيش احترام لخصوصيه الموظف اللي قدامك وهو قاعد قاعد بيشتغل وبيراعي شغله. يا فندم حضرتك لسه قلت لي همضي بدل الورقه اتنين. امضيتين ايه؟ عندي مدام صباح الكلام ده. يا فندم مدام صباح. ما انت كنت كويس. مدام صباح. فين مدام صباح؟ مدام صباح اهي. ماشي. وحشيني قوي بصراحه. صباح الخير يا مدام صباح. صباح النور يا حبيبي. 5 دقايق بس كده، ريح هنا على الكرسي و5 دقايق وهفضل تحت امرك. بقول لك ايه، انا هديك النفر التالت في الجمعيه. ازاي يا مدام صباح؟ ده الواد هيتجوز الشهر الجاي وانت وعداني تديني النفر الاولاني. لا قولي ليه. ليه النفر الاول؟ هديه للاستاذ متولي، هيعمل عمليه البواسير. ولا يعني نسيب الراجل ببواسيره؟ ولا ايه يا استاذ ما تحضرنا؟ لا طبعا يا فندم، ما ينفعش البواسير. ازاي حتى يقعد على مكتبه؟ ازاي يعني؟ مش هينفع طبعا. طبعا اديني النفر التاني برضو. لا قولي ليه. النفر التاني هديه للاستاذ عفاف، المجاري عندها بايظة. ولا ايه يا استاذ؟ يرضيك السقف ينزل ميه على الجيران؟ لا عندك حق يا مدام صباح، ده حتى هتنشع على السقف وسقف المحارة هتقع والدنيا تبوظ يعني. شفتي هما يعرفناش اهو، قال لك هينشع وهيبوظ. يعني مدام صباح مش عارفه اقول لك بصراحة. مدام صباح انا كنت عايز امضي الورقة دي بس بعد اذنك. انت دورك كام انت يا استاذ؟ لا انا مش داخل معاك في الجمعية. ايه ده انت بتهزر معايا ولا ايه؟ دورك كام في وسط المواطنين اللي واقفين دول؟ مواطنين؟ يا فندم انا المواطن الوحيد اللي موجود هنا. صح انت واقف لوحدك. بقول لك ايه، السيستم واقف، روح بقى لف لك كده ساعتين ثلاثه وبعدين تعال. ولا اقول لك تعالى بكره. سيستم ايه يا مدام؟ انا جاي امضي ورقه. ايه ده ما تيجي تقعد مكاني احسن. بقول لك ايه، انت جاي تبوظ لي الجمعيه ولا ايه؟ يلا روح عشان عندي شغل مش فاضيه لك. طب اروح لمين يا مدام؟ روح لشوقي. يلا مدام صباح، بحتاج لحضرتك عشان اخلص الورقه. ايه ده، هي الكمامه خلصت معاك ولا ايه؟ لا موجوده يا فندم. طب تاخد ده كحول. كحول ايه يا فندم؟ عندي جد يا فندم. اي حاجه. انا عاوز امضي الورقه بس. اتفضل عند استاذ فوزي بسرعه. استاذ فوزي؟ ايوه. ماشي يا فندم. يا استاذ فوزي. استاذ مدام صباح. مدام صباح. مدام صباح اهي. مدام صباح. السيستم واقع. السيستم واقع. اغنيها لك. مدام صباح بقول لك.
يا محمد يا محمد، في مواطن هنا وقع شكله مات. سيداتي آنساتي سادتي، جاءنا الآن البيان العاجل. تم تعيين مجموعة من المخبرين السريين للنزول إلى المصالح الحكومية متخفين في هيئة مواطنين من أجل كشف الموظف الروتيني الذي لا يراعي أكل عيشه. كانت معكم سلوى عاطف من أول فيصل. صباح الفل. طبعا عينينا ليك يا استاذ، اهلا وسهلا بيك يا باشا. اتفضل، كانت ال 20 جنيه دي كنت واخدها منك سلف واديني رجعتها لك. انت اكيد جاي عشان تخلص شويه حاجات وتمضي وتبصم على الورق. اتفضل يا باشا، اتفضل حبيبي، اتفضل يا استاذ فوزي. يا استاذ فوزي، بعد اذن حضرتك، المواطن الشريف الجميل متلقح، كنا عايزين بس نختم له الورق ونخلص له الدنيا. خليكي معايا، خليكي معايا بسرعه، خليكي معايا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه ايه الجمال ده؟ ده انا عينيا ليك يا استاذ، ده انا خلص لك ورقك ده على راسي. مفيش حد هيخلص ورق الاستاذ غيري انا. والله ابدا ما حد مخلص ورق الاستاذ ده غير صباح. ليه كده يا مدام صباح؟ هو كده بقى. ايه، تعالى يا استاذ. يا حظك يا هناك، تعال. عايز تمضيها؟ طب يمكن السيستم واقع ولا حاجه. سيستم ايه يا اخويا، احنا اصلا ما عندناش سيستم. يلا انا همضيها لك. صباح. معقوله انا مضيت بالسرعه دي؟ انا مش مصدق قلبي. برضو ده غاوي يموت بقى. يا خسرت ال 20 جنيه حبيبي. حبيبي تسلم تسلم حبيب.